ينضم إلينا النصير عرفات، مهندس معماري مختص بشؤون البلدة القديمة في نابلس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا بالشام وأهل الشام وحبايبنا، كل عام وانتم بخير. شكرا لك وانت بألف خير. يعني اليوم عم نشوف هاي البيوت والتشابه الكبير بين الطراز العمراني يمكن الدمشقي وأيضا الفلسطيني، أين أصبحت اليوم هذه المنازل ومن يسكن فيها؟ يعني أولا خلينا أقول الله يعمرك يا شام، وهي هاي الدعوة التي تكاد تكون على أفواه جميع الفلسطينيين الذين عاشقوا الشام وعبق الشام. مررنا في فلسطين ولا نزال بأزمات احتلالية أو يسببها الاحتلال باستمرار، وخاصة الدمار الذي حصل في البلدة القديمة في نابلس في أثناء الاجتياحات منذ عام 2002 وما تبعها. ولكن يعني إصرار أهل البلد إن تضل عامرة خلى موضوع الإعمار يكون مستمر غير متوقف. صباح يوم الدمار أو صباح ليلة الدمار يبدأ الإعمار، والحمد لله يعني أسواق نابلس كما هي أسواق فلسطين كما هي أسواق الشام عامرة بأهلها، وإن طغى عليها شبح الاقتصاد المدمر إلا هذا للأسف على الكل. يعني إن شاء الله بتبقى بيوتكم وأسواقكم عامرة. ذكر بالتقرير بيت شخص محدد هو الشيخ عمر عرفات، من هو هذا الشيخ؟ حدثنا أكثر عنه ولماذا أصبح بيته مزاراً؟ الشيخ عمر عرفات هو أحد خريجي الأزهر الشريف في نهاية القرن الثامن عشر بداية القرن التاسع عشر، وكان يعني أحد رجال المجتمع المحلي الذي تمكن من بناء بيته بطراز محلي. نحن نتحدث عن طراز شامي بوجود البحر أو وسط الديار، وهذا نمط يعني وجد في معظم البيوت النابلسية الذي يعني يلبي حاجة السكان الاجتماعية ويتلائم مع بيئة المحيط المناخية. حلو. أيضا يعني هو نموذج من عدد كبير من هذه البيوت الموجودة هنا وفي الشام، والتي صحيح يعني في تشابه كثير مثل ما شفنا. أستاذ نصير، يعني الفارق الوحيد هو الغنى، الغنى الداخلي في بيوت الشام بالزخارف الحجرية، ولكن في طبيعة الاستخدام والطبيعة المناخية أو البيئة المناخية في الداخل تلبي الحاجة الاجتماعية الواحدة ما بين البلدين. نعم أستاذ نصير، ختاما نحن الآن على أبواب عيد الأضحى، خبرنا شوي عن العادات والتقاليد المتشابهة بين دمشق ونابلس من ناحية مثلا صباحة العيد، الأضاحي، الضيافة، كل هذه العادات. كما هي في العالم الإسلامي تكاد تكون واحدة، إلا أن يعني أنس العلاقات الاجتماعية ما بين الأقارب والجيران هو لعله يكون الميزة الرئيسة للعلاقة، يعني للعادات يعني التزاور، زيارة القبور، الأضاحي، كلها يعني وليلة العيد بأفراحها، وخلينا أقول عجقتها وعجقة السوق كمان. صحيح. يعني حضرتوا كعك العيد؟ الحمد لله، يعني والحلويات النابلسية بأنواعها، يعني إلا البوظة الشامية، يعني هذا الإشي الوحيد اللي ناقص عندنا، وشوية توت شامي، يعني هذا التوت اللي رأيت اختراع يعني هدول لنا حصرية. يعني والله أنا يعني الحمد لله محظوظ بأن يصلني التوت الشامي كلما أمكن ذلك من أقربائي الموجودين بالشام، ولعلي من خلالكم أبرق رسالة محبة وعيدية ودعاء بأن تعود الشام درة البلدان بجميع جوانبها كما كانت، ولكن الأمل بالله كبير والإصرار من قبل الأهل والوطن أن يكون عامرا بأهله دائما،
هو ما يميز شعوب هذه البلدان. هذا ما نتمنى أكيد. يعني إن شاء الله. ولعلي أستذكر قول الشاعر: كتب الله أن تكوني دمشقا، بك يبدأ وينتهي التكوين. علمينا فقه العروبة يا شام، فأنت البيان والتبيين. شام لها محبة ومعزة خاصة في قلوب كل عربي وكل زائر لهذا الوطن، مهما يعني كثر مهما كثر الاعتداء ومهما تنوع المعتدون، إلا أن الشام ستبقى وستظل. شكرا. وسيبقى الياسمين عابقا في شوارعها، وبكف طيبة أهلها يا عمي. هو إحنا يعني شو بدنا نلحق. شكرا لكلماتك الراقية ومنعتز فيهم، وشكرا لوجودك معنا أيضا بصباح سوريا. نصير عرفات المهندس المعماري المختص بشؤون البلدان. سعيد صباحكم وصباح أهل الشام. سعيدين باستضافتك، كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير. الله يخليك. سعيد.